أنا عندي خبرة بالتحقيق وإلي معارفي، إذا بدك بحكي معهم مشان يضغطوا على جماعة الكراكون يعجلوا بالضبط. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. على كل حال رح نشوف شو بيصير معنا. إن ما توصلنا للقاتل رح خبرك. أبو عزام، هاي الفوضى اللي عم تصير بالحارة بدك تنتبه منها. شنو إذا هملت رح تكبر القصة كتير. أنا هذا اللي خايف منه. إن شاء الله ما بيصير شيء، حاجتنا باللي مر علينا. يا جماعة، كل ما اللي عم تتعقد، وخصوصي بعد ما فشل كراكون بالتحقيق. أنا متوقع شيء يا سيد أبو نبيه. أهل حارتنا معروفين ومعدنهم طيب، بس في ثغرة صغيرة هيك هي اللي عم تخرب جو الحارة. يعني أبو عزام بيقصد إنه في شخص أو اثنين عم بيخربوا بالحارة كلها. مزبوط هذا الحكي يا مختار، كل بيت وإله مزرابه، وبكل حارة في واحد أو اثنين عاطلين. يا جماعة، قد ما كان القاتل عم يحسبها إلا ما يوقع. إن شاء الله يكون هيك لحتى نخلص من كل هالمشاكل. إن شاء الله يا رب. ليك هاي الفرنساوي قديش قعد بهالبلد طغى وتجبر وفكر حاله إنه بحياته ما رح يطلع، ليكو رح ينسحب. بعدين أنا مبسوط منكم كتير شنو ما خليتوه يفوت مرة تانية على الحارة. إن شاء الله ما بنشوفه مرة تانية.